دعاء للوقاية من الأمراض الخبيثة وغيرها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. انشروا هذا الحديث للمرضى حتى يكرروه. اللهم من نشر هذه الدعوة لكل مريض فعافه من الأمراض صغيرها وكبيرها، وارزقه العافية في أهله وذريته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا.